بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما أعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن بل لجوا في عتو ونفور.
ما ترى في خلق
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا أأمنتم من في السماء
أقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل إنما العلم
سكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل قد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تكاد تكاد
إنه بكل شيء بصير.
بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون بل لجوا في عتو ونفور قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب ستعلمون من هو في ضلال مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما أعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.
في عتو ونفور.
الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب جهنم وبئس المصير. إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا وإليه النشور.
ستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون الله وإنما
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو ستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ما يمسكهن
فَإِنَّ
فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وقلنا ما نزل الله
فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا ستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن بل لجوا في عتو ونفور.
قل أمر